موجز العاشرة صباحا من اون لايف، اهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس التوغولي فوري نياسنجبي، والذي يقوم بزيارة خاصة لمصر. ومن المقرر أن يتناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا القارة الإفريقية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية العمل على تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة ومكافحة الإرهاب. هذا وقد تناول اللقاء أيضا عددا من القضايا الإقليمية، حيث تطرق السيسي إلى جهود مصر المبذولة للتوصل لحل للأزمة الليبية مع الحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحفيين إسرائيليين بواشنطن أقوال الوزير بحكومة أيوب كرة بأنه بحث مع رئيس ترامب بإقامة دولة فلسطينية بسيناء، كما أشار إلى أن هذه الفكرة لم تطرح ولم تبحث بأي شكل من الأشكال ولا أساس لها. كما أكد نتنياهو أن إسرائيل تعتبر مصر طرفا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تنطلق اليوم بالعاصمة الكازاخية أستانا الجولة الثالثة من المحادثات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، والتي تعتبر بمثابة تمهيد لمفاوضات جنيف التي تنطلق في 23 من الشهر الجاري. ويشارك في تلك المحادثات دول روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى النظام والمعارضة السورية. جولتنا انتهت، لقاؤنا متواصل.